في محاولة لتلطيف أجواء التوتر بين ألمانيا واليونان، دعت المستشارة أنجيلا ميركل رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس لعقد محادثات في برلين الاثنين المقبل. ويمثل ملف الديون اليونانية أساس الخلافات بين البلدين، والتي احتدمت بعد نشر مقطع فيديو يعود لعام 2013 لوزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكس يقول فيه إن بلاده لا تريد أي مساعدات مالية من ألمانيا. وقال فاروفاكس إن ألمانيا عليها أن تعالج الأزمة بنفسها، موجها إشارة معيبة لبرلين بحسب مقطع الفيديو، وهو ما نافاه المسؤول اليوناني. واتهمت سيبراس الأسبوع الماضي الحكومات الألمانية المتعاقبة باللجوء لحيل تشريعية لتجنب دفع تعويضات الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي زاد من غضب برلين. وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبل إن اليونان تدمر الثقة تماما، وذلك على خلفية تعامل أثينا مع أزمة الديون. وتهدف المحادثات بين ألمانيا واليونان لإنقاذ ما تبقى من جسور الثقة بين البلدين. ويقول الخبير الاقتصادي ويلهوبس إن الخطاب اليوناني المعادي لألمانيا يأتي في الوقت الذي تأمل فيه أثينا إعادة هيكلة الديون، وإن المسؤولين اليونانيين لجأوا لمهاجمة برلين بعد تراجع احتمالات تقديم مجموعة اليورو المزيد من التنازلات. وحصلت اليونان الشهر الماضي على تمديد لأربعة أشهر لتنفيذ خطة الإنقاذ، إلا أن معالجة الأزمة المالية مع الدائنين يتطلب بالضرورة موافقتها على إصلاحات اقتصادية. ويقول هوبس إن أوروبا ترغب في التمديد لليونان والتظاهر بتطبيق الروتين الخاص بهذا الأمر لوقت أطول في مسعى للحفاظ على مصداقية الكتلة السياسية والمالية لمنطقة اليورو. محمد مجدي، رويترز.